وزودتها مرتين والفول جاهز. طيب روحي انت جهزي الفطار. ها؟ هو ايه يا اخويا ده؟ لا مؤاخذة، اتأخرت عليكي؟ لا أبدا. في حاجة؟ لا، دواء. كنت ناسي آخد الدواء. أنت لسه عيان؟ خلاص، النهاردة آخر حباية. سبقيني اغلي الميه وجهزي الفول. حاضر. انها تيجي؟ ابدا. اروح الاقيها في اوضه الست شوق. وبعدين بعد ده كله روح جهزي الفطار انتي. ناس ما بتغتسلش، ما وراهاش غير الكلام الفاضي. هربان من مصر، ما اسموش سعيد، قاعد عند العمده ليه؟ الميه نشفت وزودتها مرتين، الفول وصفيته. فين بقى الست صفية؟ مفيش ست صفية. والله 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 لو انا مطرح حضرة عمدي لا كنت حشوهم حش واحد واحد. بقى الدكتور الامير الطيب اللي ما طلعش من البق والعيبة يتقال عليه الكلام ده. وبعد ده كله روح جهزي الفطار انتي. طب ما كمل اول. طب افرض بقى وصلت ودن الدكتور كلمة من الكلام اللي اتقال، يبقى زي الحال. تلات ايام وانا مالي من الرميه دي من غير اكل ولا شرب. انتوا مجرمين. انا شخصيا عندي 23 سابقه كلهم سرقه ونصب وضرب. دي جريمه خطف، انا هوديكم في داهيه. مجموعه السابق بتاعتي ناقص حكايه الخطف دي، عاوز اكملها. دكتور حمدي، انت عندك اخت؟ ايوه. متجوزة؟ ايوه. افرض انك في يوم من الايام صحيت الصبح لقيت جوز اختك قتلها وهرب، تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ ما ترد يا دكتور حمدي، تتصرف ازاي؟ تعمل اللي انا بعمله دلوقتي ولا لا؟ انتوا اتحولتوا من المجرمين. لما واحدة قلبها يتهرق على اختها، اختها اللي ملاش غيرها، اختها اللي حرمها منها جوزها السفاح. لقمة بق مية مفيش بعينك. مستعدة لكل طلباتك، بس قول لي فين سيف. نوبل فاضي شوية وحياتك اسي الزرع وافضل حضرتك على اي خدمة. انا عايزك في حاجة بسيطة اوي. طب ارمي المية دول في الورد البلد اللي هناك دي وافضل حضرتك على طول. طيب تحصلني على الجراج. حاضر. يعني ايه مظلوم يا ست شوق؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ اكيد في ظروف تانية احنا مش عارفينها. سؤال، قتل مراته ولا ما قتلهاش؟ ايوه بس. بس ايه؟ بتهيألي يا صفية ان الحكاية مش بالصورة اللي احنا مصورينها.
اتأخرت عليك يا دكتور. أي خدمة؟ قول يا نوفل، في كهرباء سيارات هنا؟ أظن محمد القصبي بيصلح الحاجات دي. وحياتك تاخد البطارية دي توديها له يشحنها. ياه يشحنها؟ قول له أنت بس يشحنها وهو هيتصرف. ودي تقلي؟ يعني ممكن أخدها قدام على الحمارة؟ ممكن. ما تسيبوني أشوف شغل معاه. استنى لسه. ما تسيبيه يا نازك، هو هيعرف يقرره. اقفل الباب. ايه اللي ممكن يخليه يتكلم؟ هعميه ضرب. ما تسيبيه يا نازك يشوف شغله. انت خايفه من ايه؟ مش خايفه من حاجه يا رشاد، بس رئيس المباحث مش عارف انك بتدوري على سيف؟ ايوه عارف، بس لو عارف اللي احنا بنعمله مع حمدي مش ممكن هيوافق عليه. يا ست نازك ده مش هيستحمل في ايدي 10 دقايق. سيبيني عليه انت بس. انا مش عايزه امسك علينا حاجه. شوفي، لو يعرف مكان سيف تأكدي انه هينطق بعد تالت او رابع لك ما هيديها له الاخ. طب ننزل انا وانت يا رشاد. مفاتيح العربية معاك؟ ايوه. طب يلا احنا. يلا. هكلمك في التليفون بعد ساعة. ساعة؟ ربع ساعة كفاية. وهتلاقى كل حاجة على القسطة. وهقول لكم مكان سيف كمان. دلوقتي احنا بقينا لوحدنا، نازك هانم ورشاد نزلوا. ناوي تتعبني ولا نتفاهم بالذوق؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ كل ده. ما انتش عارف عاوز ايه؟ لا، للمره الاخيره فين سيف؟ معرفش. وبعدين بقى بقول لك احنا لوحدنا دلوقت. يعني ايه؟ يعني بكل بساطة ضربة واحدة بدي وتهويك في جنينة ولا خرابة وخلصنا. ايه قلت؟ ايه قلت لك؟ معرفش مكان سيف، وحتى لو اعرف مش هقول لك. Thank you.
الو؟ ايوه يا ست نازك، ما تتكلمش. احنا من ناحيتنا اخترنا نقطة الدليجات علشان تراقبه، ولو اني ما عنديش امل. ليه؟ الدكتور حمدي مش عبيط، اكيد عارف انه متراقب. على كل حال اكيد هنعرف مكان سيف عن طريق الدكتور حمدي. مفيش حد حاول عن مكان سيف غيره. يقول يعني ايه؟ انتوا كلمتوه؟ قصدي دلنا من غير ما يعرف. أرجوك يا نازك هانم، بلاش أي تصرف يخالف القانون. تعال يا محمود، تعال ارزم هنا، وأنت يا عبد العاطي، ارزم الحتة اللي هناك وتعال لي هنا. اللي بتعمله ده صالح. أنت شايف لي بعمل حاجة؟ هما دول مش رجالتك؟ ها؟ لا مش رجالتي. طب قولهم يبطلوا بيعملوه ده، كل منه يروح لحاله. أنا ماليش كلمة عليهم. ما تقول لهم أنت، مش أنت العمدة بتاع البلد؟ أنت هادي أنت هو، علم الفلوس اللي أنت كل منه يروح لداره. راجل بينفس ويمشي روح، يلا يلا. وأجي عويد، وأجي عويد. أيوة يا عمدة. ولا الشيخ الزهران فين المال؟ يقولوا راح يجيبوا البلد من داره. روح لهم حد يفهمنا هناك وهيتصرف. يلا. هتتصرف ازاي يا عمرو؟ وريني كده هتتصرف ازاي؟ اللي بتعمله ده مخالف القانون، وانا سكت عليك كتير، لكن بعد كده مش هسكت، مش هسكت ابدا. اللي في ايدك يعمله يا عمدة. خير؟ شحنتها؟ انا قلت له يشحنها ما رضيش. ليه؟ ما اعرفش. خدها مني وحطها على الارض، وجاب لها سلك ما اعرفش جاي منين، ولطعني جنبها ساعتين، ولهف مني ربع جنيه وشايلها لي وقال لي تكل. كويس. وانت زعلان ليه؟ لانه ما رضيش يشحنها. طب ما هو شحنها. هو اكيد هيبقى شحنها. انا كنت فاكر انه هيشحن على مصر ولا قال له على طنطه. الله يجازي شتانك يا نوف. تبصني جاموسه وتكون عميان كنت فاهم حال. يا صالح دي اخر انذار. ما توجه لهم الكلام. انت رامي تقولك عليا انا ليه؟ انت اللي كبرهم وانت اللي بحرقتهم وانت اللي عمدتهم. عمدة البلد دي كلها مش قادر تمشي كلمتك على 10 15 نفر، تبقى عمدة ازاي؟ ما تخرجش عن حدودك يا صالح. ولاد الشيخ ده راجعيهم عنبر عليهم اهم، ما لحقتهمش. بقولها لك يا صالح يا ابن العافية، شيل رجالتك وامشوا من هنا. وأنا آخر مرة بقول لك يا حسنين يا ابن زهران، دي أرضي ودول مش رجالتي، وأنا مش منقول من هنا. شيل ولدية دي يا حسنين. أنت شايف اللي بيعمله حضرة العمدة؟ شايف، وهتصرف أنا بمعرفتي. خد رجالتك وروحوا على داركم. مش عايزين نغلط، هم يغلطوا لكن احنا لا. روحوا انتوا وسيبونا اتصرف. عشان خاطرك يا عمدة، لكن قسما عظما الحكايه دي ما هتفوت على خير يا صالح. يلا يا رجاله. مكفاكش كل ده يا صالح؟ انت عايز ايه؟ عايز تغرق البلد؟ دي عينة من اللي هيحصل بعد كده يا عمدة. ها؟ تقصد ايه؟ ولا حاجة. يلا يا رجالة، كفاية كده النهاردة. لسه المية ماشية يا صالح.
معلش نكمل بكرة. يا سلام عليك يا نوفل وعلى شحنتك الحلوة للبطارية. دكتور انت ناوي تسيبنا ولا ايه؟ لا لا امال حملت صح العربية من نومتها ليه؟ عشان ما تتعودش على الكسل. مطور العربية ده زي البني آدم يا نوفل، لازم باستمرار يبقى نشيط. يا سلام على حكمة ربنا. نبتدي نشيل الردمة يا حضرة العمدة؟ لا استنوا لما الدنيا تمسي وكمان تكون الحكاية هديت شوية. وولاد الشيخ سهران مش عايزهم وياكم، انتوا مالكوش لا في الطور ولا في الطحين وبتنفذوا أوامر. مش أرضهم هي اللي هتعطس؟ ما هو عشان كده مش عايزهم وياكم، وكمان عشان الحكاية ما تنقلبش عركة. وهنعمل ايه من دلوقتي للميسي؟ تلاتة أربعة يقعدوا هنا يحرسوا الترع والباقي يجيب عايل. الحكاية باين عليها المرة دي مش هتفوت على خير يا بابا. ربنا يسلم. يا عم العمدة الجماعة دول دايما يتسببوا في المتاعب، أنا رأيي تكلم المأمور. يا بنتي أنا مش عايز أكلم المأمور في كل صغيرة وكبيرة بتحصل في البلد، يقولوا عليا شخصيتي ضعيفة بعدين. المشكلة مش مشكلة ردم ترعة ولا سم جاموسة، المشكلة ليها جذور تانية، لو انحلت كل حاجة هتنحل من نفسها. ما أنت بقيت مني وعرفت المشكلة، لا الأرض حبيعاله ولا الحكاية التانية حريحه فيها أبدا. وهتعمل ايه يا بابا؟ ولا حاجه. الليل إيه بعد صلاه العشاء هروح ترعه البحر الصغير اخلي الرجاله يشيلوا الرد، ان شاء الله بات جنبهم، لازم الرد من شاف. انا خايفه عليه، قلبي مش مطمن على العمده ابدا. ليه يا نوف؟ جماعه العاب عاملين فورتنا كبيره قوي وناويين على الشر. قول يا رب انت واتكل على الله. يا رب سلم. لا مؤاخذه انا بقى. الله ما انت قاعده يا صفيه يا بنتي. لا يا عم العمده لازم اروح. ما تستني الدكتور حيفسحنا بعد شوية في الأنترة وبعدين نوصله. لا يا ستي أنا كل همي في الحياة دلوقتي أنام ساعتين على سرير، بعد الأنترة ابقوا فوتوا عليا في البيت. طب خلي نفعل يوصلك بالكاريتا. لا معلش أنا هاخدها ماشي، على الأقل هضم الصواريخ اللي سعدية بتسميها محشي بتنجان دي اللي زرطتها عندكم النهاردة. سلام عليكم. مع السلامة. سلميلي على والدي. يوصل يا عم. اروح انام لي شويه يعني بقى عشان باين لي حصارها الليله للصبح. واحنا هنروح الانطاره الغربيه يا بابا. طيب بس خدوا سعديه معاك. الجو جميل جميل الجو الجو. شبع الحصان قبل ما نمشي، يا حسن بيجوا يقعدين في خفوش. طب هات التربوز ده لما احطه جوه. لا لا ينكسر، خليه معاي. قال جسر حقك اللي عامل زي خادم سليمان. الركوبة يا نوفل. ايه يا حاج عمدي؟ انت تخليك هنا الليلة وتاخد بالك من الدار كويس. ازاي بقى الكلام ده يا حاج عمدي؟ واسيبك لوحدك؟ اسمع ان انا بقول لك عليه. انت عايز الدار هنا تفضل من غير راجل من اهله يا نوفل؟ جبستني يا حاج عمدي. عليكم يا علوان. رجعت من كفر الزيات امتى؟ طويت راجع، لسه بعفرة السفر على وشي.
ولقيت قريبك؟ لقيته. وخلصت مأموريتك؟ خلصتيه. ها سبرة ولا ضب؟ أنا هتكل على الله بقى. مش هتعشى معانا يا بابا؟ لا مفيش وقت، هتعشى هناك مع رجالي. خلي بالك على روحك. ما تخافيش عليا يا شوق، ربنا كبير. السلام عليكم. مع السلامة يا ولدي. أنا خايفة أوي يا سعيد. ما تخافيش يا شوق. العمدة قدها ودود. وده ايه ده؟ مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ نعم عاوز العمدة. العمدة مش موجود. عارف انه مش موجود، وعارف كمان هو فين. حدا طلعت البحر الصغير راح يشيل الرد من مين. امال عايز مين؟ عايز الدكتور. خير؟ بنت اختك عيانه؟ امشي اقعد اندهله، مالكش انت دعوه. طب اتفضل خش فوق المسافرين. صالح العافية، عاوزك يا دكتور. عايزني انا؟ هو هنا؟ ايوه فوق المسافرين. ليه ما قالكش عاوزه ليه؟ لا ما قالش. ما تخافيش. خليكم انتوا مع ست شوق هنا. مالكوا على مين كده ليه؟ دكتور سيف. مش الدكتور سيف برضو ولا انا غلطان؟ اظن مفيش داعي نتكلم كتير ومفيش داعي نضحك على بعض. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ الكلام ده مش انا اللي بقوله، الجرانين كلها اللي بتقوله. وعايز ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. راجل مخلص للحكومة، والحكومة عايزاك، وأنا ما اقدرش أعزك عن الحكومة. قلت إيه؟ نشوف إلا أشوفه. أديك قلت المفيد. إلا أشوفه يا دكتور سيف إنك ممكن تشتري سكاتي بحاجة واحدة. مالك يا ست شوق؟ لا مفيش، سيبوني لوحدي دلوقتي. سلامتك يا ست الكل. حاضر هنخرج. اظن ان كده عداني العيب. يبقى بكره الصبح في الفجر تكون بره دفري، بره زمان المحافظه كلتها. معقول؟ انا من نفسي كنت ماشي، وكان ايه اللي حايشه؟ الساعه كام ان شاء الله هتتوكل؟ 8 7 وهو كذلك. نورت دفري يا دكتور سيف الشويتين الصغيرين اللي قعدتهم دول. السلام عليكم. كان بيقول ان العمدة
بيشيل الردم من الترعه وهو سايبه علشان مش عايز يتسبب في مشاكل. وقعد يقول انه مش عايز يعادي العمده و ما قالكش حاجه تانيه؟ زي اي حاجه بقى صالح يعرف وانا لا. يعرف ايه اللي انت قلتوه دلوقتي؟ ما هو ما انا قلتلك اشوف. صحيح. انا تعبان وهروح انام. تصبح على خير. وانت من اهله؟ وانتي هتعملي ايه؟ هنام انا كمان. يا عبد الله خد ياد من الشارع هيمينك دور. يا محمود الجواد ما فيكش بروه تشتغل. مولاي الشيخ زهران شدارهم ولا لا دلوقتي؟ ايه كانوا عاوزين يجوا يشتغلوا مع الانفار. قلت لهم العمده بنفسه هناك وامر انكم تفضلوا في ضربه. وادي عيسى اعمل همه شويه ميه. كوبايه ميه من فضلك. فين السيف؟ لقمه. اديني لقمه صغيره. سيف تقول لي هو فين؟ اجيب لك ديك رومي اوزي خروف. برضو ما اتكلمش. انت ايه حجر؟ تموت من الجوع عشان تتسطر على واحد قاتل؟ انت عارف ده قتل مين؟ اختي. اختي اعز حاجه عندي في الدنيا حرمني منها وهي في عز شبابها. قتلها عشان شويه فلوس. قتلها 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 قتلها. طلع كلامي صح؟ طبعا يا راجل. يعني سألتك 100 سبع ضاع. يعني مشوار كفر الزيت ما طلعش على فشوش. اسهل الحلاوه يا استاذ صالح. طبعا يا راجل. بقول ايه؟ هسيب العمده ورجالته يشيلوا الرد من طلعه البحر الصغير. ايوه ازاي؟ وتعب الجلد يروح على الفاضي؟ مش هيروح على الفاضي يا راجل. العمده هيخلص بعد ساعه ولا اتنين، احنا بعد ساعتين ثلاثه هنقفلها تاني. هي شغلانه؟ هما اخبارهم ايه هناك؟ خلاص بيشطبوا عاد. وانا شارب لهم اربع كوبات قهوه عشان اسهر لهم للصبح. اسمع، بعد ساعتين ثلاثه قرب الفجر تروح تقول لرجالتنا يتوكلوا على الله، يعني العمده المره دي، خصوصا ان من بكره الصبح هكون انا وهو بس. ازاي صالح؟ الضيف اللي كان مشرفني الدكتور 7:05 الصبح هيكون بره البلد. علينا على الشاي علوان. القهوه مفعولها ابتدى يروح. هو لسه كتير؟ هاني فاضل ساعه ولا اتنين. انا رايي لما النهار يطلع. اهو قبل الفجر بشويه عشان النور يطلع علينا واحنا بنشتغل. قول لي يا استاذ صالح، اشمعنى ولاد الشيخ زهران اللي المره دي انت رميت ولك عليهم؟ اصلهم عاملين اللي بتوع العمده وحامين حماه، وانت طبعا عارف خيراوية عليهم من زمان. طول عمرهم متمرغين في خير عافيه، حد يقدر ينكر؟ طب ولع علينا على الشاي ولع.
الله، انت لسه صاحي؟ انا داخل بشويش افتكرتك نايمة. عملت ايه يا بابا؟ كل خير، انما انت ايه اللي بصحيك دلوقتي؟ بابا نفسي ازور السيد البدوي. وماله تحصل لك البركة؟ ازوره بكره زي بعض الفجر كده على طول. مستعجلة كده ليه؟ انت شفتيه في الحلم ولا ايه؟ احساسي بيقول لي اني لازم ازوره في الفجر. وهتاخدي مين معاك؟ هاخد صفية. وين يا ست شو؟ انت نسيتيني ولا ايه؟ وسعدية كمان. طيب مش كنتوا بيتوا على عوضة ابو الخير يجهز لكم العربية؟ سعدية تروح له في الفجر. لا ابعتي الواد وفى احسن. عايزة حاجة؟ عايزك طيب. معاك فلوس؟ معايا يا بابا. طب ان عوزت اي حاجة تجيلي، انا هكون بصلي الفجر. حاضر. وما تعوقوش. حاضر. الضحى تكونوا هنا. Thank you.
نزل؟ نجحت الخطة. محمود واقف تحت بالتاكسي؟ أنا مصيم يوقفش قدام البيت بالظبط. نسافر دلوقتي؟ يعني احنا الفجر هنستفتح بسفر؟ هديلك اللي انت عايزه. على فين ان شاء الله؟ طنطا. شلها يا سيد بدوي. اتفضل. شكرا. ايه؟ بتعملي كده ليه؟ متأكد ان السماعة محطوطة كويس. املى وشوف الزيت. حاضر. ممكن استعمل تليفون؟ اتفضل في المكتب. نفرد لطنطا ب 4-5 كيلو. الو؟ ايوه. دفرة قبل طنطا ب 4-5 كيلو. متشكر جدا. دفرة بلد قبل طنطا ب 4-5 كيلو. طب يلا اضيعوا شوية. استنى. احنا نجري ونسبقه يا نتأخر عنه شوية. ليه يا نازك؟ مش عايزين يشوفنا في السكة. لحسن يرجع يغير اتجاهه. نبقى نسبقه أحسن. فعلا. يلا بسرعة. نفرض اننا هنوصل قبله. طب وماله؟ هنعرف هو راح فين ازاي؟ يعني هتكون البلد دي كلها قد ايه؟ اشمعنى البلد دي اللي استخبى فيها؟ بتعمل ايه يا صالح؟ بعمل اللي بعمله يا حسنين، وانا كمان هعمل اللي هعمله يا صالح. الحق يا نوفل،
صالح ورجالته بيردموا الترعه، واولاد الشيخ زهران راحوا لهم وقامت عركه كبيره. يا نهار زي بعضه. حد عمده، حد عمده، حد عمده، حد عمده، الحق يا حد عمده، الحق يا حد عمده، اصحى يا حد عمده، الحق. ضرب شغال على ودنه عند الترعه بتاعت البحر الصغير. صالح العافي ورجالته مع اولاد عم الشيخ زهران، محمود وسرحان ولاد عم الشيخ زهران دماغتهم مفلوعه. حتى الكريم ده لو كان بصوره حاضر يا حد عمده، خايف حاضر يا حد عمده. انت صحيت يا دكتور؟ نفل قال لك على ايه؟ على عركه اللي بين صالح العافي ورجالته ولاد الشيخ زهران. تعال معايا قدامي للركب. كويس انك جبت شنطتك معاك. تعال يا مركز، ابعتوا لنا قوه كبيره قوي قوي قوي. العمده مكلفني انا اتكلم. ايه؟ علي نوفل العمده مكلفه يتكلم. الو يا مركز، خليك معايا يا مركز. الو صباح الخير. صباح النور. حضرتك دكتور الوحدة؟ ايوه. انا زميل لك من القاهرة. اهلا وسهلا. ايه الحكاية؟ خناقة كبيرة. طب انا هشوف الباقي ودلبنا فيه كل اللي تحتاجه. شكرا. شد معايا، شد يالا يا هم، يا هم ده انت تقيل قوي. يا يلا ريحني كده. شد معايا شد. الاوضه التانية اتفضلوا. على الاوضه التانية. حول حول يالا. ايوه هنا على منك على الراجل اللي يشك. يا دكتور لسه المعركه شغاله يا نوفل؟ البوليس وصل، على الله يهديهم بقى. البوليس؟ ايوه، وسالوني عليك. علي انا؟ ايوه، صالح العافي قال لهم ما اعرفش ايه كده فسالوني عليك. قلت لهم في الوحده الصحيه عمال بحول له في المتعورين وهو بيعالجهم. طب اسمع يا نوفل. نعم. سيب لي الكاريتا، هي معاك؟ ايوه. اسيبها لك ليه؟ عايزها هوصل البيت اجيب حاجه وارجع. طب وال مفيش وقت، هي بره. ايوه.
سعدية ادخلي شوفي مين جوه. أنا قلبي مش مطمن يا صفية. المهم عم العمدة فين؟ تلاقيه هناك عند العركة ضروري. أنا هدخل أشوف مين جوه. خليك هنا وأنا أشوف. امشي أنت على مهلك. أمال فين المتعورين؟ في الوحدة الصحية. الدكتور سيف اللي قلت لك عليه، اللي كان مستخبي عند العمدة بيعالجهم. غريبة، مفيش حد خالص فوق أبدا، ولا حتى مقصوف الرقبة نوفل. يكون راح فين؟ مش عارف. هو معقول يسيب البيت لوحده كده؟ أمال فين شو؟ كان لازم أمشي أشوف فيه من الأيام. وتسيبني؟ شو؟ أنا حياتي مليانة مشاكل. أنا عارفة. عارفة إيه؟ عارفة إن عندك مشاكل. شو أنا ما استاهلكيش. أنا عارفة كل حاجة. أنتش عارفة أي حاجة. لا عارفة. عارفة إنك قتلت مراتك وإنك سيف. أولاً ده مش اسمه سيف، ده اسمه سعيد، وبعدين ده مش مستخبي عندي، ده ضيفي. لقيتيها؟ ابدا. شفتيها في اوضتها؟ مش موجوده. فين الدكتور التاني امال؟ مش عارف، انا بصيت ما لقيتوش. انت تعرفه هو مين؟ هو مين ازاي؟ الدكتور سعيد كلنا نعرفه. اسكت انت. انا ما اعرفوش. هو قال لي زميلك من مصر، وما كناش في حاله تسمح ان اساله عن التفاصيل. طب ده هو اللي عالج المتعورين كلهم، بقيت اجيبهم له بالزوفه وارمهم له وهاتي علاج. اسكت يا نوفل، يا نوفل اسكت. فكرك يكون راح فين يا عمده؟ هو خد الكارته وقال هيجيب حاجه من البيت، ما يكذبش ابدا هو. يبقى ضروري هلاقيه في البيت. طبعا هلاقيه في البيت. هيكون فين يعني؟ اما دي حكايه لو صحت يبقى لها العجب. ان شاء الله تبصيني جاموسي وتكون عاميه لو كنت فاهم حاجه. يا مسبتي يا مسبتي يا مسبتي. ايه انخطفت؟ ده احنا يا دوب طلعنا ونزلنا ما لقيناهاش، يعني الارض انشقت وبلعت. ايه في ايه؟ الست شوقي حضره العمده. مالها يا بيه؟ كانت معانا، دخلت معانا من باب الجنينه بعد ما وصلنا من طنطا، وبعدين بصينا ما لقيناهاش. ما لقيتوهاش يعني ايه؟ يعني راحت فين؟ احنا وصلنا من طنطا لقينا كارته على الباب، فشوقي قالت لنا ادخلوا شوفوا مين جوه. دخلنا ما لقيناش حد، خرجنا ما لقيناش شوق. معناته ايه الكلام ده؟ احنا قلبنا عليها البيت حته حته. يعني ايه؟ بنتي فين؟ والدكتور اللي كان هنا فين؟ احنا ما لقيناش حد في البيت خالص. اروح اشوف الجراج. هتشوف ايه بالجراج؟ عربيته. اذا كانتش موجوده يبقى مشي. مشي ازاي؟ شوف فين؟ طب اجري بسرعه اشوف الجراج. اكيد في الجراج. ايه اللي حصل ده يا صفيه؟ انا مش مصدق نفسي. هكون راحت فين؟ اتخطفت. تنخطف ازاي بس يا عم العمده؟ هو ده معقول؟ هي عيله صغيره. يا حر عمدي، يا حظ ظابط، يا حر عمدي، يا حظ ظابط، يا حر. العربية مش موجودة. يا كسفتك يا نوفل. يعني ايه؟ يعني الدكتور مشي، ده عمره ما ركب العربية لوحده جوه البلد. أنا عارفه، ده صاحبي. طب وشوق؟ شوف ايه؟ يبقى هرب، لازم أبلغ المركز. مركز ايه يا الظابط؟ أنا اللي يهمني دلوقتي بنتي فين؟